حنا خرجنا في هذا الوقت هذا باش نحاولوا نوصلوا صوتنا للراي العام بسبب المشكل ديال تراكم ديال النفايات المنزليه في الازقه والشوارع ديال المنطقه ديال راس الماء، وبالضبط بالمنطقه ديال القطب الحضاري اللي تم التدشين ديالو من طرف جلاله الملك. اذا كنعانيوا من المشكل ديال تراكم النفايات اللي كيتسبب مجموعه من الامراض للساكنه ديال المنطقه وخاصه الاطفال والنساء الحوامل. والمثال هو ان عندنا هذه المنطقه ديال تراكم ديال الازبال جايه قريبه من المستشفى او من المستوصف الصحي. المطالب ديالنا كساكنه ديال المنطقه هو اننا كنناشدوا هاد المسؤولين، سواء المسؤولين الاقليميين او المسؤولين المحليين، باش يلقاو لينا شي حل عاجل لهاد المعضله هذه ديال التراكم ديال الازبال. كنستنكروا هذا الواقع المعاش اللي تقريبا كل سنه كيضرب الحي ديالنا. ما عرفناش لمن كيرجع السبب، واش المسؤولين في الجماعه او المسؤولين في الاقليم. بعض المرات كنتواصلوا مع الجماعه كيقولوا لنا ان المشكل كاين مثلا في الشاحنه، مثلا كما كنقولوا الناس اللي خدامين تما كاين واحد الطماطم. الساكنه كما كتشوف ما بيديها، كما كنقولوا حتى الجماعه اللي طلعت تشكي فيها ما عندناش حتى لي مويان دو ترونسبور باش نطلعوا اننا نحطوا شي طلب ديال الشكايه. مسؤولين كما كتشوف راه كاين ضروري غيجي شي مسؤول، ممثلين ديال الساكنه كاينين، ولكن شكون اللي غيوصل لك المشكل؟ كناشدوا من هذا الحي هذا، من هذا الموقع هذا، الجهات المسؤوله بما فيها الجماعه انها تدخل في اقرب وقت. ولا كان ما بيديهاش كناشدوا السيد العامل انه يعطي الضوء الاخضر للناس اللي في الاختصاص ديالهم هذا الشيء هذا باش يدخلهم. شكرا. تعاني ساكنه القطب الحضاري خصوصا منطقه راس الماء التابعه لجماعه عين شقف اقليم مولاي يعقوب، تعاني من استفحال ظاهره انتشار الازبال وتراكم الازبال في الازقه والشوارع ديال المنطقه بشكل رهيب وبشكل فظيع، يثير استفزاز ويثير اشمئزاز ويسبب الامراض والمشاكل الصحيه للمنطقه. الاطفال والشيوخ يعني راهم في نحن يعني نعيش كارثه عظمى، كارثه بيئيه عظمى كبيره، يجب يعني على المسؤولين التدخل للحد منها ولايقافها. فشلت العقده ديال الشركه المفوض لها تدبير النفايات المنزليه مع جماعه عين شقف، فشلت هذه تقريبا عام ونص، وحنايا كنعيشوا مشاكل كثيره مع الازبال ومع تراكم الازبال. ولكن كانت الجماعه دارت واحد التدبير ذاتي، وكانت كتجمع الازبال بواحد الطريقه مهم ترقيعيه، فهذه شهر تقريبا نتفاجأ بان حتى ديك الطريقه الترقيعيه وديك الحلول الترقيعيه اللي نهجتها الجماعه ما بقاتش، بحيث انه ما بقيناش كنشوفوا عمال النظافه كيجمعوا الزبل ديال الساكنه، والشيء اللي خلى ساكنه القطب الحضاري والانبعاث وراس الماء بصفه عامه يعني تغرق في الازبال وتغرق في المشاكل البيئيه والصحيه. ولهذا نناشد الان السيد العامل عماله اقليم مولاي يعقوب للتدخل من اجل وقف هذا الاستهتار، وقف يعني هذا الاستهتار بصحة المواطن وهذا الاستهانة بصحة المواطن من طرف جماعة عين شقف، وكذلك للحد من أي خطر ممكن يحدق بالساكنة. تعتبر القطب الحضاري ولا راس الماء بالخصوص أكبر تجمع سكاني، ماشي على مستوى الجماعة، على مستوى الإقليم كاع، إقليم مولاي يعقوب. والكارثة اللي وصلنا لها اليوم ديال الأزبال راه الصورة تعبر مورايا، راه الصورة معبرة لواحد الدرجة كبيرة. حنا دابا هذه راه غير واحد النقطة صغيرة من النقاط الكارثية اللي عندنا في المنطقة كاملة. أكثر من 4 شهور ولا الوضع كارثي لواحد الدرجة كبيرة، الروائح في كل بلاصة ولا خطر كبير على الساكنة والأطفال بالخصوص. وهي كاينة دابا الزبالة حداها الطبيب، والطبيب في قسم الولادة. دابا لو وصلتي للطبيب لتمايا الروائح الكريهة كاينة. هذا راه كاينة شي حاجة راه لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا راه غير نموذج صغير من زبالاتك بهذا المفهوم هذا اللي عندنا هنا في القطب الحضاري. وجهنا نداءات، حنا رئيس جماعه يأسنا منه، لان حنا مشينا تحاورنا معاه كفعاليه المجتمع المدني كساكنه وما كانش ما كانش حل. دابا وقع لنا النداء الاخير من العامل صاحب جلاله الملك باقليم مولاي يعقوب، يكون واحد التدخل فوري من اجل رفع الضرر الكبير. هذه الكارثه راه كارثه صحيه تهدد الساكنه هنا، راه ولا دابا حنا عندنا الديور الروائح، وهذا يعتبر هذا هو الشارع الرئيسي اللي عندنا هنايا في القطب الحضاري على راس الماء، هاي الوضعيه ديالو كي داير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس
باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.